ورجعنا من الفاصل. وفي الفاصل الاول عملنا مع بعض مدفونة السمك اللي هي عبارة عن كسكسي بالحمص والبطاطس المقلية، وكمان معاهم سمك فيليه قليناه في دقيق متبل بثوم باودر، بصل باودر، شوية كمون ومعلقة ملح. وده كان شكله النهائي، وان شاء الله الوصفة تعجبكم وياريت تجربوه. هنخلي جنبنا الكسكسي كده وهنبتدي بوصفتنا التانية، وهي قوارب البطاطس بالكاليماري. قوارب ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده. انا كل اللي عملته اني جبت بطاطس لفتها بورق فويل وحطيتها في الفرن، بتستف في الفرن تقريبا ساعة. تقفلي عليها كويس قوي، وياريت ترش عليها شوية ملح لان الملح بيساعد انها تستوي بسرعة. وبسيبها بقشرها كده. وانا في الفاصل عملت كده ان انا قورت البطاطس، بنشيل قلبها بمعلقة صغيرة ونحطها ونهرسها عشان نحتاجها تاني، وانا سبت واحدة عشان نعملها مع بعض. احنا معانا للوصفة دي نص كيلو بطاطس مشوية في الفرن، معانا جبنة موتزاريلا، معانا ساور كريم، معانا فلفل ألوان، معانا كاليماري وزبدة وتوم وليمون وبقدونس. والبطاطس البيوري دي هي اللي أنا طلعتها من البطاطس اللي قدامكم. هنبتدي الوصفة، نفتح على النار، يبدأ كده إيه بقى؟ ناخد كده زبدة نحط معاها شوية زيت. الوصفة دي فيها كاليماري، واتفقنا برضو ان الكاليماري ما بياخدش وقت خالص في السوا، بس ان شاء الله هتعجبكم لانها الى حد كبير طعمها يبقى حلو قوي ان شاء الله. هنحط شوية ملح وهنحط شوية كركم يدينا لون كده، وشوية كمون. بس كده بالنسبة لنا دي البهارات، دي كل البهارات اللي هنحطها على الكاليماري. واحنا غسلينه طبعا كويس وحاطين عليه شوية خل عشان ريحة الزفارة. هننزل بالكاليماري كده وهنضيف الثوم نقلب الكاليماري في الثوم كده عشان ريحته تطلع وتبقى جوه الكاليماري تديله الطعم اللي احنا عايزينه. شايفين طبعا لون الكاليماري طبعا بالكركم حلو قد ايه. طيب عايزه اوريكم معايا ازاي هنطلع قلب. هي معلقه صغيره علشان انا ايه عايزاكي تطلعهاش كلها، مفيش اي حاجه، هي اصلا مشويه. نبتدي كأنك بتقوري، بس بناخد كده ايه بحذر شوية، بنخلي فيه مساحة عشان نحط فيها الحشوة بتاعتنا. على قد ما تقدري عشان تسيبي مساحة للايه للحشو. هنضيف الفلفل الألوان فعلا، وده نتيجة انك تطبخي السمك وانت لابسه الوان فاتحة عادي جدا. طيب احنا عندنا البطاطس انا هرستها، بس نكمل عليها بقى كده. هنضيف بس للبطاطس شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود.
هنقلب كده. انا مش هنزل كل كميه البطاطس، انا عندي بطاطس قليله، هاخد نص الكميه بس. بس انت لو عامله كميه كبيره ممكن تاخديها كلها. هنقلب الكاليماري مع الفلفل الالوان مع البطاطس. ممكن تتاكل كده على فكره من غير ما تحشيها، يعني ممكن تبقى طبق لوحدها. شويه فلفل اسود تاني. البطاطس المسلوقه دايما مع الفلفل الاسود طعمها بيبقى حلو قوي يا جماعه. اخر خطوه بقى نعملها، هننزل بشويه البقدونس دول يحلوا كده ويخلوا طعم الحشوه دي رائع. ننزل ده ساور كريم، ممكن تبقى كريمه لباني زي ما تحبي، بس ساور كريم مع الوصفه دي طعمه بيبقى احلى. وشوية الجبنة الموتزاريلا. احنا المفروض بندخلها الفرن، يعني المفروض ندخلها وشها يحمر. الحشوه دي طبعا تعتبر كتير قوي على الكميه اللي عندنا، بس احنا هنحطها والباقي ممكن نحطه في طبق صغير جنبها. بس طبعا انت اكيد لما بتعملي العيله كلها فبتعملي كميه كبيره، فبتحتاجي يبقى عندك كل الكميه دي. هنبص مع بعض هنعملها ازاي. هنحشي كده الجبنه طبعا، بتبقى حلوة قوي في العزومات، ممكن تنفع في عشاء مش ممكن غدا، يعني خفيفة ما بتاخدش وقت وطعمها حلو، قيمة غذائية لان فيها كل حاجة. طبعا دي ضد الرجيم خالص، دي كلها دسم، يعني على الاخر الناس بتوع الرجيم ياكلوا بطاطس حلف من غير اي حاجة. طيب انا بس ايه، خلي ده كده، عندي الطبق بتاع التقديم بتاعنا. المفروض انها قوارب. دي قوارب البطاطس بتاعتنا، ودي طبقنا الأساسي مدفونة السمك بالكسكسي والحمص والبطاطس. خلصت وصفاتنا للنهاردة، لكن دايما هنجيلكم بوصفات جديدة، ودايما هتلاقونا في سنجاري عندنا المأكولات البحرية ليها طعم تاني.